الاحتفال بيوم الشرطة العربية والذي يوافق 18 من ديسمبر من كل عام إنما هو تتويج لمسيرة العمل الأمني العربي المشترك، وتأكيدا على أهمية الشراكة الأمنية العربية على المستويين الثنائي والمتعدد الأطراف في دعم المسيرة الأمنية العربية، وإيمانا من وزارة الداخلية بأهمية التعاون الأمني العربي في حفظ أمن واستقرار الدول العربية، تأتي المشاركة الدورية في الاجتماعات السنوية لوزراء الداخلية العرب، والذي يعد فرصة لتبادل الخبرات الأمنية واستعراض التجارب الوطنية الأمنية المتميزة. ولا شك أن التعاون الأمني العربي المشترك كان له عظيم الأثر في إحباط مخططات جلب وتهريب المواد المخدرة عبر الحدود عن طريق تبادل المعلومات وتفعيل العمل الميداني المشترك بين الأجهزة الأمنية المعنية. واستمرارا لهذا التعاون، فقد استضافت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات الزيارة السنوية لمسؤولي أجهزة مكافحة المخدرات بدول مجموعة العمل الفرعية الإجرائية الأولى. على مدار عام كانت هناك زيارات من وزراء الداخلية العرب ووفود أمنية عربية لتفعيل التعاون الأمني الثنائي وتبادل الخبرات في مجال مكافحة الجريمة، حيث استقبل قطاع الأمن العام ومرافقه عددا من هذه الوفود لمشاهدة آليات العمل ونظم التدريب على مكافحة وفك ألغاز الجرائم. وشهد هذا العام استقبال وزارة الداخلية لعدد كبير من الوفود الأمنية العربية رفيعة المستوى، قاموا بزيارة المنشآت التعليمية والتدريبية الأمنية المصرية ذات التجهيزات التقنية واللوجستية وفقا للمعايير التدريبية والتعليمية الدولية، بهدف نقل والاستفادة من الخبرات الأمنية المصرية المتراكمة عبر سنوات من العمل الأمني. وتحرص الوفود العربية الأمنية على زيارة مراكز الإصلاح والتأهيل انطلاقا من تميزها كتجربة إنسانية تأهيلية تعمل على إصلاح وتأهيل النزلاء للاندماج في المجتمع، ورغبة منهم في الاستفادة من هذه التجربة في بلدانهم. وتجلى اهتمام وزارة الداخلية في تفعيل العمل العربي المشترك في استضافتها للعديد من الفعاليات الأمنية العربية بالتنسيق مع المكتب العربي للتوعية الأمنية والإعلام، وفي مقدمتها المؤتمر السنوي التاسع للمسؤولين عن حقوق الإنسان بوزارات الداخلية العربية، والمؤتمر المشترك لهؤلاء المسؤولين مع اللجان الوطنية العربية لحقوق الإنسان. كما نظمت وزارة الداخلية بالتنسيق مع المنظمة الدولية للشرطة الجنائية الانتربول ورشة عمل حول التصدي للتنظيمات والظواهر الإرهابية الناشئة بمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، بمشاركة واسعة من مسؤولي وزارات الداخلية العربية ودول إقليمية ومنظمات دولية وإقليمية. وامتدادا لهذا الاهتمام، يتم عقد دورات تدريبية للكوادر الأمنية العربية في مختلف مجالات العمل الأمني وتخصيص منح دراسية سنوية لهذه الكوادر بأكاديميات الشرطة. وتشارك وزارة الداخلية في الفعاليات الرياضية العربية للشرطة كتأكيد على دعمها للعمل الشرطي العربي بكل جوانبه. كل هذه المشاركات والفعاليات الأمنية العربية إنما هي انعكاس لحرص وزارة الداخلية الدائم نحو الانطلاق بالعمل الأمني العربي إلى آفاق أرحب تنعكس على أمن ورخاء الشعوب العربية.